لطالما كان الفنان سند رفيقي دربه، وهو حال رفاق الراحل عمر الزاهي الذين كانوا في الموعد لتكريم هذه الرائعة التي كانت ولا زالت وستبقى راسخة في التراث. عندنا سن واحد أنا وعمر الله يرحمه، ونهار تعرفنا عندنا 19 سنة في عمرنا، 59 الله يرحمه. والولعة تاعو الله يبارك، كيفاش نقول لك أنايا؟ كانت عنده معاونه لهذاك، واش كان عنده الشيخ في هاد لابونش هذيك، كان يسمع بزاف، هو بزاف يسمع بجماع العنقيس الله يرحمه. نور ساطع هو يعني في خفا، ولكن ما كانش اللي ما يسمعش به، وما كانش اللي ما يحبوش، وما كانش اللي ما يذوقش خصاله ويذوق الفن نتاعو. الشيخ عمر الزاهي الله يرحمه يسمى، يستاهل هكذا ويستاهل اكثر. يسمى كان حبيبنا وخدمنا معاه، يسمى قريب تربينا كيف كيف، يسمى بدينا في وقت واحد. المناسبة كنسنى فيها صافي تخي تخي لونتون، نحب الشعبي وبالخصوص شيخنا عمر زهير الله يرحمه، نموت عليه، جو سوي فان، دونك نحب دي فوا نيميتيه مي بصوت نسوي، دونك سا ايتي اون اوكازيون بور موا اوجوردي بور بروفي بلي جو بو يعني دوني شويه في شعبي، وي لو ريست يعني يولي للجمهور هو اللي يحكم، هو الحاكم الاول. كلها شهادة لحسن خلق الراحل وعشقه الأبدي، وكذا تعلقه التام بهذا الإرث الفني الذي تداوله كبار مشايخ هذا الطابع الموسيقي الذي عرف رواجا عالميا بفضل هذه القامات التي رسخت الهوية الوطنية لدى الجزائريين عبر الوطن، فهذا أقل عرفانا لهذا العميد.